どどどどどど خلال ترأسه اجتماعا لمتابعة إجراءات تحول الدفع الألكتروني رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن استخدام الدفع بالبطاقات الألكترونية والرقمي ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي البنك المركزي يعلن عن سلسلة قرارات وإجراءات مهمة لدعم الدينار والمحافظة على قوته أمام باقي العملات خلية الاعلام الامني تكشف عن دك اوكار لداعش الارهابي في ديالى من قبل ابطال القوة الجوية وتؤكد العثور على اربع جثث للارهابيين واسلحة ومعدات بعد التخطيط والتنفيذ والمتابعه عام الانجازات يتحقق ومشاريع فك الاختناقات والمشاريع الخدميه تحقق تقدما كبيرا والاشهر القليله المقبله ستشهد افتتاح عدد منها ردا على الجرائم الصهيونيه بحق الشعب اللبناني حزب الله يطلق اكثر من ستين صاروخا باتجاه قاعده ميرون التابعه لجيش الاحتلال

نرحب بكم ما أينما كنتم مشاهدينا الكرام وهذه النشرة نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من العراقية الإخبارية بداية الأخبار من ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني اجتماعا لمتابعة إجراءات تحول إلى الدفع الألكتروني إذ أكد رئيس الوزراء أن استخدام الدفع بالبطاقات الألكترونية والدفع الرقمي ركيزة أساسية في مفردات الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي وأشار رئيس الوزراء إلى وجوب تجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية ناتجة هذه العمولات مبينا أن الهدف هو تسهيل التعامل وتيسير الدفع في عموم المجالات مع ضمان أعلى مستويات الأمان واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز عن اخر الاجراءات والتفاصيل التنفيذيه للتحول الى الدفع بالبطاقات الالكترونيه في مختلف مؤسسات القطاع العامه والخاصه، وما تنفذه الاجهزه المعنيه بالمتابعه والرقابه على التحول والاستخدام. وناقش الاجتماع ايضا التعرفه والعمولات التي تتقاضاها الجهات الماليه والمصرفيه. وفي الجانب الاقتصادي أيضا كشف البنك المركزي العراقي عن إجراءات وقرارات مرتقبة لدعم الدينار والمحافظة على قوته أمام العملات الأخرى. وقال معاون المدير العام لدائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس لوكالة الأنباء العراقية إن البنك سيراقب ويتابع كل المصارف وشكاوى الزبائن التي ترد إليه في حال إجبار المصارف على تحويل حسابات الزبائن. الى الدولار الامريكي، مؤكدا ان هذا الموضوع من السهل متابعته ومراقبته وستتم محاسبه المصارف التي لا تلتزم بهذا القرار، واضاف ان هذا القرار والقرارات التي ستليه في الايام المقبله تصب في مصلحه دعم الدينار العراقي وزياده الثقه به، مشيرا الى ان ما يؤكد قوه الدينار وثقه الجمهور به هو استمرار البنك المركزي العراقي وعدم تخلفه عن أداء أي إحتياج من إحتياجات مختلف القطاعات ويواصل البنك المركزي إجراءاته لدعم الدينار والمحافظة على قوته أمام العملات الأخرى إذ حذر البنك المركزي المصارف التي تجبر الزبائن على تحويل حساباتهم إلى الدولار الأمريكي وذلك حفاظا على أسعار الصرف ودعم الاقتصاد. البنك المركزي يوجه باجراءات من شأنها تحذير المصارف التي تجبر او تدفع الزبائن الى تحويل الحسابات البنكية والمصرفيه الى الدولار الامريكي مراقبون اوضحوا أن كذا قرارات ضروريه للحفاظ على مجمل النتائج الايجابيه المتحققه لاستقرار اسعار الصرف تاكيد يعني البنك المركزي عنده اجراءات ومسؤول عن حركه النقد بالسوق واجب واجبات الاساسيه واصدار العمله اصلاح الوضع المالي والنقدي بالبلد لا يتم عبر البنك المركزي فقط. العرض والطلب على الدولار يلعب دور. فطالما هناك طلب اكثر من العرض من الصعب تخفيض الدولار اذا ما يتحسن وضع الاقتصادي بشكل عام البلد القطاع الصناعي، الزراعي، السياحي، القطاعات الانتاجيه. ويشدد خبراء اقتصاديون على ضروره ضخ توازن مستمر مع تزويد السوق العراقيه بعملات متعدده مع طمأنة المستهلكين إلى وجود الدولار وفق تعاونات العراق الثنائية مصرفيا وماليا علينا الامتثال إلى متطلبات الدولية وإشاعة ثقة ضمان بقاء هذه الحسابات الأجنبية داخل النظام المصرفي وإمكانية استغلالها من قبل أصحابها في عمليات الشراء أو تسوية مستحقات خارجية المصارف العراقية لديها محافظ استثماريه دولاريه في الخارج تستطيع ان تقوم بعمليه استيراد الدولار استقرار الدينار العراقي وزياده الثقه به سيوفر بحسب البعنيين احتياجات الاستقرار النقدي لمختلف القطاعات سواء عبر الحسابات المصرفيه او عبر الدفع الالكتروني من بغداد صابرين كاظم العراقيه الاخباريه في الاستثمارات النفطية أعلنت وزارة النفط عن التوقيع على عقد استثمار ومعالجة الغاز بحقل نهر بن عمر بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية المحدودة. نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيا عبد الغني أشار إلى أهمية عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من هذا الحقل بطاقة 150 مليون قدم مكعب قياسي باليوم قابلة لإضافة كمية مم. مماثلة أخرى للمرحلة الثانية وأكد عبد الغني أهمية هذا العقد الذي يوفر خمسة آلاف فرصة عمل ويمنع طرح أكثر من ثمانية ملايين طن من الملوثات إلى الجو وفي اطار تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للنزاهه ومكافحه الفساد ابرمت هيئه النزاهه ووزاره النفط اتفاق تعاون في مجال منع ومكافحه الفساد واكد رئيس هيئه النزاهه القاضي حيدر حنون خلال توقيع الاتفاق مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني ان الاتفاق ياتي في مجال التعاون بانجاز الاعمال التحقيقيه وتعزيز الثقه لدى الموظفين النزيهين والاكفاء ولفت الى أن أعمال الهيئة تتجه إلى الموظف المخالف للقانون، مشيراً إلى دور الجانب الوقائي في الاتفاق والسعي لإبعاد شبح الفساد عن الموظف النزيه والوقوف معه في مجابهة الضغوط والابتزاز وحمايته من مثالبه وآثاره السلبية، بدوره أكد وزير النفط أن اتفاق التعاون يقوم على عمل الوزارة ومتابعة إجراءات تنفيذ القوانين والتعليمات وضمان حسن الأداء. إجراءات الحكومة لخفض أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية نجحت بشكل كبير لا سيما مع توزيع وزارة التجارة السلة الغذائية للمواطنين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية فيما دعا مواطنون إلى زيادة المنافذ التسويقية وتطبيقها في كل المحافظات والمناطق لدعم أسعار المواد فيها برنامج وزاري حققت من خلاله وزاره التجاره استقرارا في اسعار المواد الغذائيه بعد توفيرها عبر السله الغذائيه وضخ مواد وسلع مختلفه في منافذ البيع المباشر ببغداد وبعض المحافظات الوزاره تسعى الى زياده المنافذ التسويقيه ودعم خططها لاستمرار الاستقرار السعري في وقت سجلت منظمة الأغذية والزراعة فاو انخفاضا في أسعار المواد الغذائية عالميا بنسبة تتجاوز 13% مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ووزارة التجارة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وإيصال المواد الغذائية إلى مستحقها عبر البطاقة التموينية اللي كانت عبارة عن سلة غذائية متكاملة قدمت على شكل سبع مواد لأكثر من 42 مليون مواطن عراقي فيما كانت ل 11 مادة لعوائل الرعاية الاجتماعية اللي عددهم أكثر من 7 ملايين مواطن توفير السلع والمواد الغذائيه في منافذ البيع المباشر باسعار مدعومه اسهم في خفض حجم الطلب على الكثير من المواد ومنع من ارتفاع اسعارها نجاح التجربه دفع بالمطالبه لتكرارها في جميع المحافظات وزياده منافذها في بغداد اسعار مدعومه يعني من تجي تلقى الحاجه فرق 500 فرق اكو بعض الحاجات الف عن السوق حتى المواطن من يجي يعني راضي يعني تشوفه من يجي يتسوق ياخذ مسواقه مال الشهر مال اسبوعين اللي قدام اسعار يعني يعني هواي فرق يعني البيض هنا بخمسه برا بسبعه بستة ونص اللحم كذلك فان شاء الله يعني احنا نتمنى من الحكومه ان تتكرر والمحافظات يعني تزيد وبحسب وزارة التجارة فإن العام الحالي سيشهد افتتاح مراكز للبيع المباشر في مختلف المحافظات إذ تخطط لإنشاء ثلاثين منفذا ستخفف من حجم الطلب على المواد الغذائية وتحقق الأمن الغذائي إلى جانب مشروع السلة الغذائية ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد في مجمل إجراءات هيئة النزاهة حققت الهيئة في العام 2023 تقدما كبيرا في مواجهة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المهربة. هذا النجاح يعزوه مختصون إلى دعم السلطتين التنفيذية والقضائية لعمل هيئة النزاهة في تحقيق مستويات عالية بمكافحة الفساد. انتقالة نوعية في عمل هيئة النزاهة. خلال العام الماضي اسهمت بتقليل حالات الاضرار بالمال العام فضلا عن استرداد الاموال المسروقه في الداخل والمهربه الى الخارج بالتزامن مع احاله المتهمين الى القضاء واصدار احكام قضائيه وجاهيه واخرى غيابيه. ازدادت وتيره مذكرات القبض والاحكام. ازدادت المبالغ المسترجعه الداخليه، نتكلم عن داخل وايضا ازدادت عمليات هيئه النزاهه في قضيه الرشا والضبط وازدادت ايضا في منع الهدر المالي العام، وهذه مبالغ يعني قد تتجاوز التريليون. اذا ننتقل للخارج ايضا هناك تطور على مستوى تحسين علاقه الهيئه مع الدول المحيطه والاوروبيه بمساله استرجاع الاموال والملفات اللي تعلقت باسترجاعهم. تقدم نشاط الهيئه على مستوى الوقايه والردع. يعزوه مراقبون الى الدعم الحكومي الكبير لعملها فضلا عن تفاعل القضاء مع القضايا التي تصل اليها وهو ما اثمر عن منظومه متكامله لملاحقه الفاسدين واسترداد الاموال. ما يميز هذا الامر هو نضوج السلطه التنفيذيه المعنيه في هذا الامر وبالتالي الارتباط المباشر ومتابعه رئيس السلطه التنفيذيه هذا الحافز الاول ايضا العلاقه الوثيقه ما بين السلطه القضائيه والجهاز التنفيذي لمفك... لمكافحه الفساد ايضا اعطى الديمومه في قوه القرارات ولتحقيق مزيد من التقدم تعمل هيئه النزاهه على تعزيز التشريعات الخاصه بها عبر إقرار حزمة من القوانين كقانون حق الحصول على المعلومة وقانون استرداد عائدات الفساد بمنحها إمكانيات أكبر في مكافحة الفساد بالتعاون مع السلطة التشريعية من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية أكد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي أهمية الإسراع بتشكيل المجالس المحلية والتنسيق الفاعل لتشريع القوانين المهمة، واتفق الجانبان خلال لقائهما على ضرورة التنسيق بين الرئاسات الثلاث بما يسهم في تشريع القوانين المهمة التي تمس حاجة المواطن بالدرجة الأساس، إضافة إلى الاستمرار في عقد لقاءات دورية لبحث المسجدات والاتفاق على اليات من شانها تسهيل اداء المهام وجرى خلال اللقاء بحث المشهد السياسي وتطورات الاوضاع العامه في البلد واهميه الاسراع بتهيئه جميع متطلبات تشكيل المجالس المحليه لبدء اعمالها في اقرب وقت ممكن برلمانيا ايضا حددت رئاسه مجلس النواب التاسعه من الشهر الحالي موعدا لبدء الفصل التشريعي الجديد. رئاسه البرلمان دعت في بيان الكتل واللجان النيابيه الى استئناف اعمالها التشريعيه والرقابيه. فيما اعلنت انها ستحدد موعد الجلسه الاعتياديه المقبله لاكمال الاستحقاقات التشريعيه والرقابيه فضلا عن تحديد جلسه لانتخاب الرئيس. من جهه اشار رئيس مجلس النواب بالانابه محسن من الى ان هناك اجماعا نيابيا على الاسراع باقرار القوانين المهمه ما يستدعي من اللجان تكثيف اجتماعاتها لمناقشه مشاريع القوانين ومقترحاتها والاتفاقيات المحاله الى المجلس بهدف انضاجها وعرضها للتصويت وفي لقاء آخر بحث رئيس الجمهورية السبل والخطط الحكومية الكفيلة بتعزيز النهوض الاقتصادي ومعالجة البطالة وتنشيط عمل القطاعين العام والخاص، وناقش رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير التخطيط محمد تميم برنامج الوزارة بشان التخطيط العام لمشاريع الدولة، وأكد رئيس الجمهورية الدور المهم لوزارة التخطيط في دعم وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي التي تنعكس ايجابا على واقع مسار العمل التنموي مشيرا الى ضروره تشجيع المشاريع الاستثماريه لا سيما وان العراق يمتلك موارد كبيره وقوى بشريه منتجه أمنيا أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تمكن صقور جو بواسطة طائرات F-16 من دك أوكار مهمة للإرهابيين بمنطقة الوقف في محافظة ديالا وذكرت الخلية في بيان لها أنه بعملية متميزة جاءت بتخطيط ومتابعة من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة وبمعلومات مؤكدة من جهاز المخابرات الوطني العراقي تم استهداف أوكار مهمة في قرية في قرية بمنطقة الوقف وبعد العمليه خرجت قوه امنيه صباح اليوم لتفتيش المكان المستهدف وعثرت خلالها على اربع جثث لعناصر عصابات داعش الارهابيه واسلحه مدمره ومعدات وبحسب المعلومات الاوليه فان من بين القتلى ما يسمى عسكري قاطع الوقف المجرم مجيد معيوف واضاف البيان ان تقاطع المعلومات والعمل المشترك من قبل الاجهزه الامنيه والاستخباريه كان له الاثر الكبير في لجم عناصر عصابات داعش الارهابيه وكذلك تدمير اوكارهم. وكان جهاز المخابرات الوطني العراقي قد اعلن عن تنفيذ عمليه نوعيه بالتعاون مع قياده العمليات المشتركه والقوه الجويه والشرطه الاتحاديه. أسفرت عن قتل أخطر مفرزة إرهابية في قاطع حوض الوقفة في ديالا، وذكر جهاز المخابرات في بيان أنه بناء على معلومات دقيقة استهدف صقور الجو مضافة في إحدى القرى التابعة لناحية العبارة، كان فيها مجموعة إرهابية، مبينا أن هذه المجموعة نفذت عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في ناحيتي العبارة وأبو صيدا و القضاء المقدادية ومنطقة العمرانية ونبقى في الشان الامني وهذه المره من اخبار مكافحه المخدرات فمع استمرار العمليات النوعيه للقوات الامنيه ضد تجار المخدرات اطاح جهاز الامن الوطني بشبكه لتجاره المخدرات وبحوزتها اكثر من خمسه كيلوغرامات من الماريجوانا ياتي هذا في وقت اكدت وزاره الداخليه وضع خارطه طريق في حربها ضد تجار المخدرات عبر قاعده البيانات التي تمتلكها. بالجرم المشهود اعترفت شبكة من المتهمين تتواصل مع تاجر مخدرات من خارج البلاد وبحوزتها خمسة كيلوغرامات من مادة المارجوانا مخبأة داخل تماثيل مختلفة جهاز الأمن الوطني تمكن من تفكيك الشبكة وألقى القبض على أفرادها بعد تنفيذ عملية أمنية نوعية خلال تسلمهم الشحنة من شركة نقليات قبل شهر تواصلت ويا تاجر من خارج العراق تاجر مع المواد مخدرة واتفقت وياه يدز كيلو مادة المرقوانة وهو وافق اتصل بي التاجر وقال لي راح ادز لك اياهن مقسمات بثلاث تماثيل وقال لي راح ادز لك اياهن عن طريق شركة نقليات وقت تستلم تماثيل سيدي ورا ما استلمتهن مش كم ساعة خذتهن للبيت وراها داهمتنا القوات الامنية القت القبض علي بحوز كيل و350 غرام من ماده الماريجوانا دي رحنا انا والمتهم هاني بسيارتي شركه النقل واستلمنا من حدها التماثيل قررنا نروح البيت المتهم علي رحنا لبيتهم وكان ينتظرنا ببيتهم وطلعنا المواد من التماثيل كان كان يحتوي كان بي 10 كياسه كل كيس ب 100 غرام من ماده الماريجوانا الأجهزة الأمنية استطاعت عبر استراتيجيتها مواجهة شبكات تجارة المخدرات والإيقاع بآلاف المتهمين بجهود استخباراتية وكمائن حددت مساراتهم وتنقلاتهم عبر قاعدة بيانات دقيقة يعني اليوم الاهتمام الكبير من قبل الحكومة وإعازها إلى كافة الأجهزة الأمنية بالعمل التشاركي والتوجه نحو مكافحة خطر المخدرات بعد ان تفاقم هذا الخطر قاعدة بيانات مهمة عن تجارة المخدرات تمكنت من وضع خارطة وتمكنت من الوصول الى كبار شبكات تهريب المخدرات ولا يمر يوم او يومان اذا لم تكن هنالك عمليات نوعية هنالك جهود حثيثة وكمائن على مدار الساعة وغرف عمليات تعمل ليل مع نهار نشاطات وتنسيق عالي المستوى بين الاجهزه الامنيه للايقاع بتجار ومروجي المخدرات وتسليمهم الى القضاء بغيه منع تدفق هذه المواد المخدره والمؤثرات العقليه داخل المدن من بغداد محمد العيداني العراقي الاخباريه وسط حضور رسمي وشعبي افتتح او افتتح في محافظه واسط مركزا صحيا نموذجيا لتاهيل مدمني ومتعاطي المخدرات. هذا المركز الذي يعد الاول من نوعه في المحافظه يضم اقساما متعدده وحديثه تعمل على اعاده تاهيل المدمنين صحيا ونفسيا وذلك لضمان اندماجهم في المجتمع بعد تلقيهم العلاج. مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في واسطة تفتتح المركز الصحي النموذجي لتأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات في المحافظة وسط حضور برلماني وأمني وعشائري اليوم احنا في واسطة افتح هذا المركز التأهيلي لمعالجة المتعاطين والمدمنين طبعا هذا لا يكفي المناسبة بقدر ما أنه هناك أعداد المدمنين على المخدرات سيد بس وجه بتخصيص قطعة عشرة دونب في كل محافظة تبنى فيها مدير مكاتب المخدرات هذه الجهود أثمرت عن إكمال هذا المرفق الحيوي المهم بالتنسيق مع المدير العام لصحة واسط اللي بالكوادر الطبية للحفاظ على أبنائنا وأولادنا المركز يضم أقساما متعددة ووسائل ترويحية مختلفة تسهم في احتواء ظاهرة المخدرات التي يعاني منها بعض المتعاطين. لسنوات نطالب بوجود مثل هذا المركز، هذا المركز بصفتين مهمه، صفه انه هو يعالج تحت اشراف والتعاون و... مع... معنا في دائره الصحه، ونفس الوقت يوفر لك مكان امن مؤمن من جهه امنيه، هذا يمثل حمايه المتعاطي من مستهدفيه. من المتاجرين. دور كبير سيقدمه هذا المركز الصحي التخصصي من خلال معالجه المتعاطين والمدمنين وتاهيلهم نفسيا وصحيا وسلوكيا واعادتهم الى المجتمع. المركز الصحي النموذجي هذا يعد الاول من نوعه في محافظه واسط، والذي ستكون له اهميه كبيره لمعالجه متعاطي المخدرات والمؤثرات العقليه في المحافظه. عباس العيساوي العراقيه الاخباريه. واصل في الجانب الخدمي أنجز فريق الجهد الخدمي المراحل النهائية لمشروع مجسر تقاطع الفنون الجميلة بجانب الرصافة في بغداد ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك الإختناقات المرورية وتضمنت الأعمال إكساء الجزء العابر من تقاطع الصرافية مع الفضاء الرئيس وبمساري الذهاب والإياب للجسر. جهود كبيرة تبذلها الملاكات الهندسية ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية، إذ وصلت الأعمال إلى نسب إنجاز متقدمة في مشروعي مجسر تقاطع قرطبة والرستمية بعد الانتهاء من صب الركائز الأساسية هناك. أكثر من 60% هي نسب إنجاز مشروع تقاطع قرطبة الذي يقع في منطقة الباب الشرقي. بجانب الرصافه من بغداد دائره الطرق والجسور اكدت انجاز كافه الركائز العامله للجسر العابر لسريع محمد القاسم بدءا من نفق الطيران وصولا الى تقاطع الداخليه فضلا عن اتمام الطرق الجانبيه والمسارات البديله باكثر من سبعه الاف متر من حيث التوسعه وصب الجوانب واعاده الاكساء 154 ركيزه انتهت بالكامل بنسبه 100% اضافه الى قبعات الركائز توجد هنا ست قبعات ركائز مع العلم كثره الفضاءات هي بس القريبه من السريع محمد القاسم تعرف هذا هو المجسر هو بمستوى ثاني ست فضاءات ان شاء الله خلال نهايه هذا الاسبوع راح تنصب بالكامل اضافه الى جسور العرضيه عندنا هي جسور ستيل جاردر هي راح تصير على ثلاث فضاءات بطول 110 عفوا 106 متر في مشروع الرستمية الرابطي بين سريعي محمد القاسم والقناة تمت عملية إنجاز أكثر من نصف مسارات التوسعة لسريع القناة في حين أكدت دائرة الطرق والجسور إتمام الاستدارات المجسرة بنسبة 100% وإكمال صب الركائز والأعمدة للجسر الرئيسي والمباشرة بصب سقف الجسر الفوقاني بالإضافة للمباشرة بحفر النفق الموازي للنفق الحالي بطول نحو 400 متر وصلنا إلى طبقة أساس القيري بواقع 6 كيلومتر لكل الجانبين وكذلك يحتوي المشروع على نفق رئيسي محاذي النفق قديم بطول 300 متر والآن العمل جاري به وكذلك يحتوي المشروع على جسر أوفرباص فوقاني اكملنا الركائز الرئيسيه مشاريع فك الاختناقات المرورية في الحزمة الأولى تصل مراحل متقدمة دائرة الطرق والجسور أكدت وجود ثمان مشاريع عاملة في جانب الرصافة من بغداد منها ستة مشاريع سترى النور خلال الأشهر الأربع المقبلة وستدخل الخدمة الفعلية من أحد مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد زيد الطائي قناة العراقية الاخبارية وفي نينوى يتابع فريق الجهد الخدمي اشرافه الميداني على المشاريع الخدميه الحيويه في المحافظه وايضا ذكر مراسل العراقيه الاخباريه ان العمل مستمر بالمشاريع المنفذه في منطقه حليله ومجاري الجانب الايمن من الموصل ومشروع اعاده تاهيل المطار اهتمام حكومي كبير في مدينه الموصل للنهوض بواقعها الخدمي، اذ اكد فريق الجهد الخدمي الذي زار المدينه والتقى مسؤولي الوحدات الخدميه على سرعه انجاز المشاريع وايضا تنفيذها وفق المواصفات الهندسيه المطلوبه. فريق الجهد الخدمي والهندسي يصل محافظه نينوى للقاء مديري المؤسسات الخدميه والاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تنفذ في المحافظه. هناك اهتمام كبير من قبل السيد رئيس الوزراء ودعم خاص لمحافظة نينوى لأنها عانت ما عانت سواء من قبل عصابات داعش الإرهابية أو عمليات التحرير وبالتالي يجب علينا أن نضافر الجهود من أجل النهوض بواقع محافظة نينوى الحث على مواصلة العمل على مدار الساعة وتنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية والهندسية المطلوبة أهم ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء فريق الجود داعم كبير للسيد المحافظ والمحافظة من خلال سد الثغرات في الخدمات في المناطق الغير نظامية المقامة على الأراضي الزراعية اللي نسميها العشوائيات عندنا 19 مشروع في عموم المحافظة أكثرها في سهل نوى وهذه المشاريع هي لارتقاب واقع هذه المناطق هذه الأعمال إن شاء الله راح تكون باكورة عمل فريق جهد الخدمة الهندسي في المحافظه وان شاء الله راح نعيد خطه طموحه اكثر دعما للسيد المحافظ ولمحافظه نينوى وتقديم الخدمات للاحياء المحرومه منها منذ عشرات السنين. تنفيذ المشاريع الخدميه في القطاعات المختلفه من قبل فريق الجهد الخدمي والهندسي ياتي انسجاما وتطلعات وتوصيات رئيس الوزراء بتقديم الخدمات للمناطق المختلفه. المحافظه نينوى نور فاضل العراقيه الاخباريه. وفي ديالى وضمن المشاريع الاستثمارية لوزارة الإسكان والإعمار يتواصل العمل بالمرحلة الثانية لمشروع المحطة الرئيسة لمعالجة المياه الثقيلة لمناطق بعقوبة المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 15% يعد أحد أبرز المشاريع الخدمية في المحافظة في المثنى باشر فريق الجهد الخدمي والهندسي بحملات تأهيل منطقة البوحسين الزراعية ضمن خطة 2024 حيث تبلغ المساحة المستهدفة للمشروع 350 ألف متر مربع ويخدم أكثر من 100 عائلة وأفاد مراسل الإخبارية بأن الأعمال تشمل مد شبكات الماء والمجاري كمرحلة أولى على أمل إنجازها في الأيام المقبلة ليتسنى البدء بالمرحلة التالية التي يتضمن الارصفه والشوارع الفرعيه اضافه الى اعمال الاناره. ونبقى في الملف الخدمي اذ شهد مشروع ماء العماره الكبير في محافظه ميسان نسب انجاز متقدمه تمهيدا لادخاله الخدمه نهايه الشهر الحالي لتامين ايصال المياه الصالحه للشرب الى سكان المدينه. 96% هي نسبة الإنجاز المتحققة في مشروع ماء العمارة بعد إنجاز معظم أعمال ربط الخطوط الرئيسية الناقلة بمحطات الضخ حيث من المؤمل أن يدخل المشروع حيز الخدمة الفعلية نهاية الشهر الحالي تبلغ طاقة المشروع 16 ألف متر مكعب بالساعة واليوم بلغت نسبة الإنجاز بفضل الله تعالى 96% بالأيام القليلة المقبلة إن شاء الله سيدخل هذا المشروع حيز الخدمة ويقوم بتوفير المياه الصالحة للشرب للمناطق الواقعة شمال وغرب مدينة العمارة المشروع صمم بمواصفات فنية عالية وبطاقة تصل إلى عشر ألف متر مكعب بالساعة وسيغطي معظم احتياجات مناطق ميسان من المياه الصالحة للشرب المشروع يتضمن 16 حوض ترسيب كل حوض ترسيب يحتوي على يضخ 1000 متر مكعب الساعة كذلك يحتوي المشروع على بنايات متعددة بناية المضخات وبناية الأطيان وبناية الغسيل العكسي وبناية الخزان الأرضي المشروع يغدي من مليون إلى مليون إلى مليونين نسمة في محافظة ميسان يحتوي المشروع على 16 حوضا للترسيب وشبكة طرق للخطوط الناقلة بطول 37 كيلو مترا ومواقع الضخ والتقوية والخزانات الكونكريتية وبناية الدفع العالي إضافة لعدد كبير من الملحقات الإدارية والفنية أدخل المشروع ضمن مشاريع البرنامج الحكومي وشكلت لجنة خاصة لتسريع وتيرة الأعمال التي شرفت الآن على الانتهاء للعراقية الإخبارية سيد البديري ميسان وضمن تخصيصات صندوق إعمار ذي وتنمية الأقاليم وقانون الدعم الطارئ وصلت نسب الإنجاز في خمسة مشاريع في سوق الشيوخ شرقية مركز محافظة ذي إلى مراحل متقدمة وسط إرشادات المواطنين خمس مشاريع متكاملة ضمن الجهد الخدمي في سوق الشيوخ الواقع شرق مركز محافظة ذيقار شملت بالدرجة الأولى البنى التحتية وتعبيد الشوارع هذه المشاريع جاءت ضمن تخصيصات صندوق أعمال ذيقار وتنمية الأقاليم وقانون الدعم الطارئ خمس مشاريع مهمة في القضاء حاليا في حي الحسن الثاني مشروعين المرحله الاولى والمرحله الثانيه وصلت نسبه انجاز المرحله الاولى الى 90% في نفس الوقت مشروع انشاء شوارع مع شبكات متكامله البنى التحتيه في حي العباس وحي الزهراء وصلت نسبه انجازها الى اكثر من 95% اعمال البنى التحتية متكامله من شبكات مجار شبكات مياه أمطار شبكات مياه صالحة للشرب وأيضا شبكات بريد إضافة إلى أعمال البلدية المتكاملة اللي هي صب شوارع تبليط وأرسل فرق. نسبة إنجازها 100% في طور السلام الجزئي للمشروع أما يخص منطقة حي العباس نسبة إنجاز أعمال المجاري فيها وصلت إلى أكثر من 95% المناطق التي شملتها المشاريع المتكاملة هي حي الغدير والعباس وحي الزهراء ومربع المدينة السكان عبروا عن فرحتهم بهذه المشاريع التي باكتمالها ينتهي فصلا من المعاناة الحمد لله شكر صار بحدود السنة ونص مشروع متكامل صب الأزق شبكة ماء جديدة شبكة كهرباء جديدة الوضعية كانت تعبانة كلش خاصة هاي المنطقة مهجورة وما حد يجينا ما حد يوصلنا هسه الحمد لله والشكر هسه الحمد لله والشكر منطقة محترمة ومتبليط ومجاري القناة العراقية الإخبارية سنان خفاجي ثيقار وفي البصره يشهد مشروع المستشفى الجامعي التخصصي تصاعدا بالاعمال اذ وصلت نسبه الانجاز الى 73% ومن المقرر ان يضيف المستشفى حال اكمال كثيرا من الفائده والخدمات الطبيه والعلميه والتعليميه الى منظومه المستشفيات في المحافظه. 73% هي نسب الانجاز المتحققه في مشروع المستشفى الجامعي التخصصي في محافظه البصره. الذي يضم 446 سريرا شيد على مساحة بناء تبلغ 71 ألف مترا مربع وبواقع 15 طابقا من المتوقع أن يرى النور وتبدأ الخدمات مالته إلى المواطنين نهاية عام 24 عندما تصل الأجهزة والمعدات الطبية المتعاقدين عليها من المناشئ الأمريكية والأوروبية بأحدث الأجهزة وأحدث المواصفات يحتوي على خمس محاور رئيسيه، المحور الاول اللي هو العيادات الاستشاريه، المحور الثاني الطوارئ والمحور الرئيسي اللي هو الرقود، اضافه الى الجهات المسانده اللي هي المحور الرابع الخاص بصيانه الكهرباء والميكانيك. الاعمال تجري في المستشفى بوتيره متصاعده لاكمال مجمل مرافقه التي تتضمن ابنيه خدمات التشخيص والعلاج العامه وخدمات الطوارئ. بالإضافة إلى بناية التعليم الجامعي أول جامعة مستشفى كهذا بطاقة تقريبا 500 سرير وبكل الاختصاصات التي لا تتوفر في وزارة الصحة مثلا زراعة الأعضاء زراعة الشبكية الاختصاصات النادرة التي كان المرضى يسافرون إلى خارج العراق من أجلها ستتوفر راح يكون فد إضافة جميلة للبصرة وراح يساهم بخدمة أهالي البصرة من خلال الأسرة اللي يوفرها الأقسام اللي يوفرها فحقيقة احنا نفتخر بهذا الانجاز وفرحانين به المشروع يسعى لتحقيق هدفين اساسيين اولهما تقديم الخدمات الطبية لعموم المحافظات العراقية والثاني هو زيادة سعة طلبة المجموعة الطبية وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية للعراقية الإخبارية مرتضى البغدادي البصر إذن مشاهدينا الكرام بالعودة إلى العملية الأمنية النوعية لصقور الجو من دكي أوكار داعش أوكار مهمة لداعش بمنطقة منطقة الوقف في محافظة ديالة ينضم معنا مباشرة من بغداد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري نرحب بك سيادة العميد عملية نوعية استهدفت أخطر مفرزة لداعش الإرهابي في ديالة تحدث لنا عن طبيعة هذه العملية وايضا طبيعه التعاون بين الاجهزه الامنيه والقوات الامنيه المنفذه لها وكيف تصف حجم التعاون الاستخباري بهذه العمليه؟ نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه حضوري معكم هو كناطق باسم خليه الاعلام الامني بالحقيقه كانت عمليه موفقه نفذتها قطاعات القوه الجويه العراقيه باشراف مباشر من السيد القائد العام للقوات المسلحه الذي يتابع بشكل مباشر حركة تنظيم داعش الإرهابية أو ما تبقى من فلول هذه العصابات طبعا كانت معلومات استخبارية مهمة ودقيقة لجهاز المخابرات العراقي أعطاها لخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة وبدورها وجهت قيادة القوة الجوية كانت العملية عملية دقيقة جدا ونوعية في منطقة الوقف بديالة تمكنت من خلالها من قتل خمسة إرهابيين بين هؤلاء الإرهابيين شخصية شخص مهم ومطلوب بشكل كبير هو آمر منطقة الوقف نعم. يعني مجيد معيوف يدعى كان إلى دور في عمليات زرع الفتنة وخلق المشاكل العشائرية والدينية وممارسة كل وأبشع أنواع الجريمة في المنطقة خلال زمن داعش ويحاول بين فترة وأخرى من خلال جيوب نائمة هنا وهناك نعم. القيام باستهداف القوات الأمنية بالحقيقة كانت العملية مركزة للقوة الجوية العراقية خصوصا طائرات الأف 16 تمكنت من خلالها من قتلهم وايضا تم الوصول الى مضافتهم ويعني ضبط اسلحه ونواظير ليليه نعم. ووثائق وكتب ومعدات مهمه طيب سياده العميد تنفيذ هكذا عمليات نوعيه وايضا تحقيق نتائج كبيره يعود الى الجهد الاستخباري والتنسيق الامني كيف انعكس هذا الامر على دك اوكار الارهاب واستهداف, واستهداف عفوا خلاياها بالتاكيد اجهزه الاستخبارات العراقيه والاجهزه الاستخباريه سواء جهاز المخابرات الوطني او جهاز الامن الوطني او الاستخبارات العسكريه او كانت الاستخبارات في وزاره الداخليه كل الخطط الامنيه كل الاهداف كل العمليات سواء في الجانب الارهابي او في الجانب الجنائي تلعب هذه الاجهزه دور كبير وبالدليل كانت يعني هذه الضربه بناء على معلومات لجهاز المخابرات الوطني كانت مركزه ودقيقه ويعني بوصف دقيق تمكنت من خلالها طائرات القوة الجوية نعم. أن تصل إلى هذه العصابات وتحقق ضربة نوعية في ذلك المكان السيد القائد العام يتابع بشكل مباشر ملف يعني تطوير القوات المسلحه العراقيه من تجهيز من تسليح من قدرات من اي اجراءات اخرى ويتابع ملف حركه التنظيمات الارهابيه ويتابع ملف ايضا الجريمه الجنائيه في وزاره الداخليه حققنا انخفاض في حركه يعني او خلال العمليات الارهابيه في عام 2023 بنسبه 46% هذا كان نتيجه ضربات نوعيه مهمه موجعه لهذه العناصر في العام الماضي ايضا وبناء على معلومات استخباريه حصيله ما تم قتله من الارهابيين هو 193 بناء على ما قدمته خليه الاستهداف في قياده العمليات المشتركه. آه الناطق باسم خليه الاعلام الامني العميد مقداد ميري شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. أجرى وزير الموارد المائية والزراعة زيارة إلى النجف الأشرف للإطلاع ميدانيا على الواقع المائي والزراعي في المحافظة ومتابعة تحول إلى أنظمة الري الحديثة التي تسعى الحكومة إلى تعميمها في مدن البلاد كافة لمواجهة شح المياه وزير الموارد المائية يطلع على الواقع المائي في محافظة نجف الأشرف خلال زيارة ميدانية للأراضي الزراعية وبحيرات الأسماك التي يستنزف المتجاوز منها الخزين المائي للبلد الزيارة أعقبها مؤتمر صحفي تحدث فيه عن التحديات والإنجازات الواقع احنا في هذه الزيارة استعرضنا العديد من النقاط مثل ما تفضل السيد المحافظ في مجال تطوير إدارة الموارد المائية في المنطقة استخدامها بشكل الأمثل حاليا عرضنا معالي وزير الزراعة تجربة الجديدة بإدخال زراعة محصول الرز باستخدام تقنيات الري بالريش وزير الزراعة قال إن الوزارة تعاقدت مع شركات الاستيراد 12 ألف مرشة للري الثابت مشيرا الى ان المرشات في المحافظه كانت في العام الماضي 1400 مرشه واليوم وصل عددها الى 12000 مرشه الان عندنا تعاقدات بحدود 12000 مرشه جزء من أكمل للتعاقد وبعد الاستلام وان شاء الله خلال 24 تستلم هذه الكميات هذا الكم الكبير اللي هو 12000 واللي مؤمل يزيد عن مليون دونم كان يقابل خلال العشرين سنة الماضية 1400 مرشح من جانبه رحب محافظ النجف باهتمام وزارتي الموارد المائية والزراعة بمحافظته لما تشكله من أهمية زراعية ومساحات شاسعة كانت قد انحسرت في السنوات الأخيرة بسبب قلة الحصص المائية ناقشنا مجمل واقع الزراعة في المحافظة وواقع المنظومة المائية في البلد بشكل عام واهميه محافظه النجف الاشرف كمنظومه مائيه في البلد وما هي تطلعات المحافظه بهذين القطاعين لقناه العراقيه الاخباريه منتظر الشريفي النجف الاشرف بدايه الملف العربي والدولي من لبنان والرد على الجرائم الصهيونيه حيث اعلن حزب الله اطلاق عشرات الصواريخ باتجاه قاعده مراقبه جويه صهيونيه ردا على اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري واوضح الحزب في بيان ان مقاتليه استهدفوا قاعده نيرون ب 62 صاروخا من انواع مختلفه فيما اكد تحقيق اصابات مباشره في القاعده. وفي لبنان أيضا أكد ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بوريل وجوب التحرك لتحقيق إيقاف دائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء معاناة المدنيين وشدد بوريل بعد إجراء عدد من اللقاءات في بيروت على ضرورة العمل عبر الدبلوماسية لإنهاء العدوان على غزة مشيرا إلى عدم إمكانية الاستمرار في مشاهدة المعاناة التي لا تحتمل للأطفال والنساء والمدنيين الابرياء في قطاع غزه في اليوم الثالث والتسعين من العدوان الصهيوني على غزة استشهد ستة عشر فلسطينيا وأصيب خمسون إثر قصف استهداف منزل في مدينة خان يونس ومدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع ويواصل جيش الاحتلال قصف القطاع مع تركيزه على مناطق الوسط والجنوب وخلف العدوان اكثر من 22750 شهيدا وفق اخر احصائيه للصحه الفلسطينيه الى جانب اكثر من 58160 مصابا معظمهم اطفال ونساء بالاضافه الى دمار هائل في البنيه التحتيه وكارثه انسانيه غير مسبوقه. أعلنت كتائب القسام إجهاز مقاتليها على قوة من جيش الاحتلال مكونة من ثمانية جنود من مسافة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم شرقية خان يونس وذكرت الكتائب في بيانات منفصلة أن مقاتليها فجروا عبوة مضادة للأفراد على قوة صهيونية داخل مبنى في خان يونس أيضا فيما بثت صورا قالت أنها لاستهداف تجمعات لآليات العدو وجنوده من منطقة القرم شمالية غزة Exactly. Okay. Okay. أما سرايا القدس فقد أعلنت قصف مقاتليها حشودا عسكرية لجيش الاحتلال بمنطقة المحطة في خان يونس بقذائف الهاون الثقيل كما نشرت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها عددا من الآليات الصهيونية بمحاور التقدم في حيي التفاح والدرج شرقية مدينة غزة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله, و... الله أكبر. الآن تذكير بالعناوين خلال ترأسه اجتماعا لمتابعة إجراءات تحول الدفع الإلكتروني رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن استخدام الدفع بالبطاقات الإلكترونية والرقمي ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي البنك المركزي يعلن عن سلسلة قرارات وإجراءات مهمة لدعم الدينار والمحافظة على قوته أمام باقي العملات خلية الإعلام الأمني تكشف عن دك أوكار لداعش الإرهابي في ديالى من قبل أبطال القوة الجوية وتؤكد العثور على أربع جثث للإرهابيين وأسلحة ومعدات بعد التخطيط والتنفيذ والمتابعة عام الإنجازات يتحقق ومشاريع فك الاختناقات والمشاريع الخدمية تحقق تقدما كبيرا والأشهر القليلة المقبلة ستشهد افتتاح عدد منها ردا على الجرائم الصهيونية بحق الشعب اللبناني حزب الله يطلق أكثر من ستين صاروخا باتجاه قاعدة ميرون التابعة لجيش الاحتلال هذا كل ما لدينا لهذه الساعة نشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء